مركز الشهاب يعني ليس غريب عليه تقدير أهل الثقافة والمعرفة هنا في الصيف وفي غير الصيف، فقد تشرفت بالمشاركة معه في عديد الملتقيات، وتشكلت بيننا رابطة روحية أخوية، لا هي رابطة تجارية ولا هي رابطة يعني تجارة من أجل المعرفة، تجارة من أجل الأخلاق. نتمنى أن ندعم مركز الشهاب بكل ما نملك من حضور ومن معرفة ومن معلومة. أتمنى له أيضا الارتقاء، أتمنى له كل التوفيق والسداد. تشكر أولا لجمعية علماء المسلمين مركز الشهاب أنه من بين المؤسسات التي تهتم بالعلم والعلماء وتلفت الانتباه إلى أن المعرفة هي الأصل الذي يجب أن يثمن ويقدر من أجل النهوض بالأمة وبالمجتمع. أتقدم بجزيل الشكر وعرفان التقدير إلى هذه اللفتة من مركز الشهاب، سيد مدير المركز وكل طاقم المركز كلهم باسمه، شكرا لكم جزيلا.